هنعمل مع بعض تتبيلة الفراخ المشوية دي كده في الخلاط او الكب عندك. هنحط بصل متقطع وتوم، وهنحط طماطم وفلفل، انت بتقطعيه لو حابه حامي بقى او عادي حسب الرغبة بتاعتك. كل ده هننزل بيه في شفشق الخلاط مع التوابل بتاعتنا، هنوريها لكم برضو دلوقتي هنشوفها مع بعض. هنحط شوية زيت، هننزل بالزيت والخل، برضو قلنا المقدار اللي معانا على حسب انت بقى عينك مزاجك، زي ما بيقولوا هتحطي المقدار اللي انت عايزاه على حسب كمية الفراخ اللي عندك. هوريك التوابل برضو كده، احنا حطينا زيت وخل كده. التوابل معانا اهي، التوابل معانا بابريكا ومعانا فلفل اسمر، كمون، كزبرة، يعني كل التوابل مشكلة، وفي بهارات بتباع للمشويات ممكن تحطيها برضو تعملي لها اضافة ليها. هتحطي بعد كده ايه، هنديهم ضربة في الخلاط، في الملح بقى تظبطيه على حسب الرغبة بتاعتك. هناخد بقى وشوية مية عشان الخلاط بقى ايه يشتغل معاك، كمية برضو مناسبة للي انت بتعمليه. هنضربهم بقى كلهم في الخلاط ونرجع لك تاني. كده كده الخليط بقى معانا اهو زي ما احنا شايفين. هتفضيه في حاجه بقى كده، انت كل توابلك وظبطتي الملح بتاعك وكل حاجه فيه. كده احنا معانا الفراخ اهي، اهو مغسوله كويس بميه وخل، وتشوفيها شطفه كويسه بقى على حسب بقى ايه ما انت ممكن في ناس بتغسلها بدي بالميه والخل حسب ما انت ايه بتنضفي الفراخ عنه. هتقطعيها على 4 أو 8 زي ما انت حابه الفرخه بتاعتك. هنا اهو زي ما احنا شايفين هنبتدي بقى نضيف الفراخ وتنغزيها بالسكينه، صح احنا نغزناها بالسكينه برضو. هنضيف بقى زي ما احنا شايفين كده اهو قطعه قطعه الفراخ، بحيث ان تبقى بطاطا معاكي او مكسرين العظم بتاعها اهو، العظم متكسر عشان تستوي معاكي تبقى احسن، عشان وكمان الخلطه بتدخل معاكي جواها بقى ما شاء الله. طبعا احنا عاملينها كده يعتبر قبلها بيوم، يعني انت يفضل انت قبلها يعني قبلها بيوم 3-4 ساعات في التلاجة لو انت مستعجلة. زي ما احنا شايفين هنعملها ونحطها في علبة ونغطيها لتاني يوم اهو، نبطنها عشان تشرب من جوه، بتبقى سهلة في السوا يا جماعة زي ما احنا شايفين ما شاء الله. الباقي بتاعها كده عشان تتشرب زي ما احنا شايفين في العلبة اهو، حطينا الباقي كله عليها، مش هترموا حاجة طبعا زي ما احنا متعودين. طبعا عشان تشرب من التتبيله دي طول الليل هتبقى معاكي طعم الفراخ بقى متشربه بكل التوابل اللي احنا حطيناها. شايفين غطيناها ازاي، هنسيبها بقى ان شاء الله لغايه ما نيجي نشتغل بيها بكره، هنوريكم برده احنا هنعمل فيها ايه. تابعونا بقى، ولو عجبكم اللايك اعملوا لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك. كده زي ما احنا شايفين كده الفراخ احنا سيبناها ليله في الثلاجه، زي ما احنا قلنا كل ما بتعملي التتبيله وتسيبيها في الفراخ بتطلع معاكي احلى. كده احنا ان شاء الله اليوم الثاني اهو، كل اللي احنا عملناه احنا طلعناها من الثلاجه ورصيناها في الصينيه اللي احنا شايفينها دي الصاج ده. انت برده في صواني ما فيش مشكله لو عندك صاج كبير على حسب الكميه اللي عندك، وتحطي التتبيله اللي بتزيد وترشيها على الوش زي ما احنا شايفين. هندخلها الفرن وبعد ما تسيبها هطلعها افرجكم تشوفوا شكلها عامل ازاي. زي ما احنا شايفين اهو صينيه الفراخ ما شاء الله بعد ما استوت شايفينها عامله ازاي. ده الفرن اللي انا وريتها لكم مره في فرن الخبيز بتاعنا، وده فرن البوتاجاز العادي يا جماعه زي ما احنا شايفين ما شاء الله. شايفين طالعه عامله ازاي، زي ما احنا اهم حاجه التتبيله. وممكن تعملي هنعمل لها الفحمه دلوقتي في طبق او ورقه اللي هو الفويل ده بنقطه زيت وتغطيها دقيقتين، هتبقى كانها الفراخ اللي عند الحاتي بالظبط. والف هنا وشفا، تسلم ايديكم يا جماعه اللي واقفين معانا كلكم.